القوات السعودية تقصف بطائرات الأباتشي في المهرة، لماذا تحاول السعودية تكثيف حضورها العسكري هناك؟ وما مخاطر مواجهة المعتصمين وتقويض السلم الاجتماعي للمحافظة؟ أهلا بكم. شنت الطائرات السعودية قصفا عنيفا على محيط تواجد المعتصمين في محافظة المهرة، وكان المعتصمون قد اعترضوا سلميا أرتالا عسكرية ضخمة كانت السعودية تنتوي نقلها من معسكر الاتحالف في حضرموت إلى منطقة شحن في المهرة. وقد أكد المعتصمون على عزمهم الوقوف سلميا أمام تحركات الرياض لعسكرة المحافظة وتقويض السلم الاجتماعي فيها. الحكومة الشرعية التزمت وتلتزم الصمت إزاء ممارسات الرياض المشبوهة في المهرة منذ أكثر من عام، الأمر الذي يضعها أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية إزاء ما تتعرض له هذه المحافظة في شرق البلاد. تواصل السعودية استفزاز المجتمع والقبائل في محافظة المهرة باستمرار عملها في إرسال قوات ومعدات عسكرية رغم الرفض الشعبي لها. تعزيزات عسكرية سعودية خرجت من معسكر الخالدية في حضرموت التابع للقوات السعودية الإماراتية، اعترضها أبناء مديرية شحن في صحراء المهرة قبل أن تصل إلى الغيضة عاصمة المحافظة. آليات عسكرية متنوعة بالإضافة إلى ناقلات كبيرة على متنها حاويات وصناديق مغلقة خرجت من معسكر التحالف، وبدلا من الذهاب لتعزيز جبهات قتال الحوثيين الانقلابيين التي تتساقط بسبب قلة الدعم والتعزيز، ذهبت إلى المهرة الآمنة والبعيدة عن سيطرة ميليشيا الحوثي وعن الجماعة الإرهابية. التعزيزات العسكرية التي استفزت أبناء المهرة الرافضين لتواجدها أوقفت على مقربة من أراضي مديرية شحن، وحذر أبناء المهرة من تكرار إرسال التعزيزات مرة أخرى مجددين رفضهم القاطع لدخول أي قوات سعودية لتعزيز القوات المتواجدة في عدة مناطق في المحافظة أو إنشاء مواقع عسكرية جديدة. لم تتوقف السعودية عند إيقاف المواطنين لأرتالها العسكرية، بل أرسلت طائرات الأباتشي وقصفت محيط تجمع لأبناء مديرية شحن في صورة من صور الاستفزاز والإصرار على تفجير الأوضاع المتصاعدة في المناطق الشرقية. عضو لجنة الاعتصام بالمهرة الناشط أحمد بلحاف أكد في تصريحات صحفية أن أبناء المحافظة يرفضون الاعتداء والتصرفات السعودية، معتبرا القصف السعودي انتهاكا صارخا بحق السيادة اليمنية. منطقة شحن كانت قد شهدت اشتباكات قبل أشهر بين قبائل مهرية وقوات سعودية بالقرب من المنفذ عقب قيام القوات السعودية بمحاولة تأمين مرور شاحنات دون إخضاعها للتفتيش والاطلاع على أوراقها الجمركية. تذهب السعودية بعيدا عن الشرعية باستحداث المواقع العسكرية وتسيطر على الموانئ البرية والبحرية، في حين حولت مطار الغيضة إلى سجن وثكنة عسكرية غير آبهة بعواقب ومخاطر السخط الشعبي الرافضي الذي قد يتطور إلى مواجهة عسكرية. إذا مشاهدينا الكرام، بداية تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. وفي هذه الحلقة سيكون معنا هنا الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، وسينضم معه آخرنا خلال هذه الحلقة. إذا مساء الخير دكتور عبد الباقي، كل عام وأنتم بخير. كيف تقرأ التحركات السعودية في المهرة والإصرار على هذا الحضور رغم الرفض الشعبي؟ عندما نناقش لا نتعامل مع أفعال جزئية أو سياسات غير مفهومة، نتحدث عن استراتيجيات سعودية وأهمية الجيوستراتيجية وأيضا الجيوبوليتيك للمدينة والاقتصادية. نحن كنا قد تحدثنا على مرور سريعا على أهمية المهرة قبل حوالي 2010-2011، والسعوديين صرحوا بالموضوع 2017. مدينة المهرة تعتبر باليمن ثاني أكبر مساحة بعد حضرموت، تقدر ب 82450 كيلومتر، تعد أطول ساحل بحري يمني 560 كيلومتر.
تعد أيضا فيها من أهم ميناء استراتيجي نشطون. المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل ترامب كان هنالك الخبراء الجيوستراتيجيين تحدثوا عن احتمالية مواجهة الصراع مع إيران، فاتخذ القرار، والدليل على ذلك تأخر ترامب في إلحاق ضربة الآن بإيران، غير جاهز للمواجهات، فقط هو كل هذه القمم الثلاث وكل هذه الموجات الإعلامية والتكثيف هدفها إيجاد قوات أمريكية في المنطقة، لأن كان هناك دراسة تقول إذا أردتم مواجهة إيران عليكم تحتاجون إلى 10 سنوات، وهذه 10 سنوات بمعنى أن هنالك مشروع ما يسمى مشروع القرن السعودي، وقناة الملك سلمان تمتد بطول تقريبا 900 كيلومتر، 650-630 كيلومتر داخل الأراضي السعودية، من ما يسمى من العديد، من خور العديد مرورا ب يعني مرور إلى الربع الخالي، مرورا بالمهرة إلى بحر العرب، يعني إنه في 320 كيلومتر في الأراضي اليمنية و630 داخل السعودية. هذا القناة المائية، هم يقولوا قناة مائية لكن سيكون هناك قناة مائية وهناك أنابيب نفط. هذا هذه المدينة الاستراتيجية للمهرة في غاية الأهمية، لأن في حال إغلاق مضيق هرمز أو هناك تهديدات لباب المندب سيكون هناك، وحتى في حال قصف البواخر النفط تؤدي إلى عدم قدرة المملكة العربية السعودية والخليج من تحلية المياه للصالح للسكان، وقد قالت الدراسات أن دول الخليج غير قادرة على الصمود أكثر من 5 أيام 3 أيام من مخزونها في المياه، وبالتالي هي محتاجة تحلية المياه في الأراضي اليمنية بحيث تكون بعيدة عن المواجهات، بعيدة عن النفط الملوث في حال قصف الناقلات، سيتم تحلية المياه في المناطق اليمنية، وبالتالي يمر الأنبوب المياه هذا إلى دول الخليج والسعودية، وهناك النفط سيمر بعيدا عن مضيق هرمز وبعيدا باب اليمن بضيق المندب. بالتالي المدينة المهرة يعني كمدينة ذات أهمية، ثم يعني تدخل في إطار استراتيجي للسعودية، في إطار مدينة ذات أهمية قصوى حتى بالتنسيق مع الأمريكان. بالتالي حل المسألة، وهناك صراع أيضا العماني، عمان أيضا كانت مدينة المهرة تعد العمق الاستراتيجي للقوى اليسارية في إطار الصراع مع القوى اليسارية سابقا، وأيضا كانت مدينة الشحر كانت تابعة للمهرة، ولكن تم استقطاعها مع جمهورية اليمن الديمقراطية عام 67 مع النخبة الحديثة لتأسيس اليمن الحديث في المناطق الجنوبية. إذن هذه المدينة يعني تعد ثاني مدينة فيها ما يقارب 300,000 ساكن. إذن عندما نناقش هذا الموضوع لا نناقش بمعنى أن قوات سعودية جاءت إلى 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 الشحر أو إلى أي عفوا إلى شحن لإمداد قوات، لا، علينا أن نناقش أن السعودية هذا هدف استراتيجي قوي، وعلى السلطة الشرعية وعلى القوى المحلية، لأن هناك أيضا صراع عماني، هناك منفذين يمنيين، صرفيت وشحن مع عمان، وعمان الآن أصبح لها يعني هناك تجنيس، يعني هناك صراع أيضا استراتيجي عماني سعودي على المنطقة، هناك تجنيس، هناك شراء ولاءات، هناك أيضا وشائج اجتماعية، هناك كثير من يعني كل السعودية وعمان، هناك شراء ولاءات للمشايخ، شراء صراع تمويل بالسلاح. هذه القوات هدفها خلق تفوق عددي ومعداتي للسعودية، هدفها أن تقوم بهذا المشروع يسمى مشروع القرن، وليس مشروعا، ليس حفر بير ماء، هذا مشروع قرن يمتد إلى أنبوب يكلف تقريبا 8 مليار دولار. بالتالي على السلطة الشرعية أن تقوم بمفاوضات صريحة واضحة في المسألة، يعني ليس على حساب الشعب اليمني، هناك برلمان صحيح يمكن أن يعني إعطاء نوع من الأفضلية، يعني في حال أن هناك إذا السعودية مثلا عبت السلطة الشرعية للداخل قامت بإصلاح مواقفها يمكن للشعب اليمني أن يدخل مع السعودية لأنه في إطار الأمن القومي، لكن في إطار من الحفاظ على سيادة اليمن، الحفاظ على موارد ومقدرات الشعب اليمني. الإشكالية دكتور يعني أن الموضوع صار بوضوح فج إن صح لي القول، يعني في الوقت الذي تعاني فيه جبهات قتال الحوثيين وبحاجة إلى الدعم والتعزيز
العسكري الجبهات التي تواجه الحوثيين، ترسل السعودية رتلا عسكريا باتجاه المهرة البعيدة كل البعد عن هذه المواجهات مع الحوثيين، كيف يمكن فهم هذه كما المهرة؟ قلت لك علينا ألا هو طبعا يعني إذا فهمنا الاستراتيجيات لا نحتاج للتفسير، نحن أمام يعني أنا شخصيا يعني أو يعني وعدد قليل أو كثير من اليمنيين يعني لم نعد نتعامل مع التكتيكات أو مع الأفعال التي تندرج في إطار استراتيجية. الأمر واضح، هنالك تأجيل، يعني عندما ندرس الموضوع هنالك أطماع إماراتية في إطار مشروع موانئ دبي، يعني هذا واضح، والدليل حتى الآن الطيران اليمني، يعني نحن لا أدري، نحن السيادة هذه ممارسة الأصل من ممارسة السيادة اليمنية هو السلطة الشرعية، هل وزير النقل هو الذي يقرر أم أننا إحنا أمام احتلال؟ إذا أردنا أن نناقش، كثير من الناس يعتقد عندما نقول احتلال يعتقد أننا نتحدث في إطار الصراع الخليجي قطري يعني والبقية، وكأننا نحن لسنا مع قطر، يعني نقول لهم وإن تحليلنا ليس له علاقة بالتموضعات في الصراع، نحن مع اللحمة العربية، لكن عندما نناقش نحن لدينا مؤشرات، نحن لا نقف لما نتحدث عن الإمارات والسعودية، لا نتحدث نحن في إطار مواقف عاطفية ولا في إطار ولا نحن بياعين مواقف ولا نحن أتباع، نحن لدينا سيادة، لدينا شعور وطني، لدينا مسؤوليات وطنية، بالتالي ما تقوم به الإمارات في إطار موانئ دبي هي الآن تقوم بالسيطرة على ميناء عدن، على الموانئ اليمنية، على مضيق باب المندب، على مطارات عدن، على كل المطارات. هذا يعني نحن أمام، لو أردنا تحليله، صحيح أنهم مدعوين وفقا للمادة 151 من ميثاق الأمم المتحدة، لكن رئيس الجمهورية عليه أن يلغي هذا الاستدعاء وفقا للمادة ويعيد العلاقة. نحن طالبنا بأكثر مرة أن الاستدعاء وفقا للمادة 51 أدى إلى كوارث. لماذا السلطة الشرعية لا في حاجة اسمها العقلانية التواصلية، بمعنى أنني أقف وأقوم ب يعني دراسات تقييمية لسياسات السلطة الشرعية خلال 4 سنوات، هذه ستؤدي إلى أن علاقات استدعاء السعودية والإمارات وفقا للمادة 51 ينبغي يعني مراجعتها وإيجاد آلية أخرى في إطار يعني حماية الأمن القومي العربي مع السعودية. نحن لا نحتاج للإمارات، الإمارات الآن حتى الآن هل من المعقول لنا يعني السعودية غير شريك عندما تلاحظ أن الطيران اليمني يستأذن يعني الذي يتحكم فيه هو الإمارات، مطار عدن، الموانئ، سوق قطرة، تجنيس، السجون، كل هذا لو أجينا يعني بعدنا عن المادة 51 هو احتلال، وما تقوم به السعودية الآن هو أيضا احتلال علينا. يعني علينا دحين كثير من الناس يتحدثون بالتلفزيون الأشقاء في الإمارات، الأشقاء في السعودية، هذا خطاب يا ناتج عن يعني حالة من ما يسموها يعني السذاجة، بمعنى الإنسان اللي يتحدث عن عروبة، يا يكون يعني لديه تمويل أو أنه يستلم مرتبات أو أنه يتبع وسيلة إعلامية تابعة لهذه البلدين أو أن يعني له ارتباط مادي، لكن بالمنطق نحن نوجه رسالتنا للسلطة الشرعية لأنه حل مشكلة المهرة لا يستطيع حسمه الجماعات النضالية البسيطة في الشحن وفي في 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 المهرة، لأن الموضوع بالنسبة للسعودية موضوع يعني له علاقة بأمنها القومي، بمعركتها القادمة مع إيران، وحتى هذه القمم الثلاث والأساطيل لا يمكن للسعودية أن تواجه إيران أو أن تضمن حتى أسعار البترول عالميا، الدول الأوروبا ودول أمريكا لن تسمح للسعودية بفتح أي جبهة عسكرية مع إيران إلا في حال وجود هذا الأنبوب أو قناة الملك سلمان الذي سيكون على طول تقريبا 900 كيلومتر مربع، في يعني يمر بهذه المسافة البحرية. نحن أمام مسألة استراتيجية، أيضا لدينا مشكلة أخرى بس بدقائق،
أيضا للمناطق الجنوبية بالنسبة للإمارات أيضا ذات عمق استراتيجي، ذات علاقة بطموحها في السيطرة على المنافذ. بالتالي نحن نواجه استراتيجيات حل هذه المسألة لا يستطيع حلها حزب ولا سلطة شرعية ضيف في الرياض في فنادقها. علينا على السلطة الشرعية أن تقوم بعملية العقلانية التواصلية، خاصة الآن السلطة الشرعية إذا وقفت موقف حازم رغم كل هذه السياسات السلبية، رغم كل هذا الخذلان، صدقيني أن إذا السلطة الشرعية عدلت من سلوكها ستستعيد الحامل الجماهير لها، وستجد في الداخل والخارج من يناصرها وبقوة. نعم، إذا سمح لنا دكتور أن ينضم معنا من الميدان الناشط الإعلامي أحمد بلحاف من المهرة. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور، مرحبا وسهلا. أهلا بك، ونود من خلالك أستاذ أحمد أن نعرف ما الذي حدث بالأمس في مديرية شحن. حدث في ليلة البارحة وكالمعتاد أن القوات السعودية تحاول أن تنتهك أمن واستقرار وسيادة المحافظة والبلد بشكل عام، فما كان قد حدث أنها قامت بتعزيزات عسكرية من معسكر الخالدية الذي يشرف عليه مجموعة من الضباط الإماراتيين السعوديين، إلا أن قبائل مديرية شحن ومن المناطق المجاورة لمحافظة حضرموت على الحدود بالتحديد منطقة رماح منعوها من الدخول إلى حدود محافظة المهرة، وتم إرجاعها إلى مسافة حوالي 80 كيلو متر. فما بعد ذلك قامت الأباتشة السعودية بإطلاق وقصف التجمعات القبلية وبجوارها بالأصح، حتى تخلق نوع من الرعب أو التهديد باستخدام القوة، لأن القبائل كانت أكثر صمودا وأكثر تلاحما إلى جانب المكونات المحلية والمجتمعية والقوى السياسية في المحافظة أيضا، وتم إرجاعها إلى معسكر الخالدية. أبناء محافظة المهرة يستنكرون ويدينون هذا العمل وهذه التصرفات التي تقدم عليها القوات السعودية في محافظة المهرة. فالسعودية منذ قدومها إلى محافظة المهرة في نوفمبر 2017 وهي من انتهاك إلى آخر، سواء من قتل المواطنين والذي حدث في الأنساق في نوفمبر 2018 أو انتهاك محمية حوف أو الدخول إلى المنافذ وتجاوز اللوائح والقوانين في محافظة المهرة، وكل هذا أبناء محافظة المهرة يعانون منه. فالسعودية لا في دخولها إلى محافظة المهرة أمر غير مبرر، والكم الهائل من الجنود والعتاد العسكري والآليات والمدرعات والدبابات والأباتشي، كل هذا لا مبرر له. فأبناء محافظة المهرة لم يقصفوا الرياض أو أبو ظبي حتى تلجي هذه القوة كلها إلى محافظة المهرة، فالحوثي في صعدة وليس في محافظة المهرة. فنعود ونكرر دائما ونقول على القوات السعودية أن ترحل من محافظة المهرة، فما هذا إلا نعتبره احتلال واضح كامل للأركان. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ أحمد، يعني لدى الدكتور عبد الواقي وهو ضيفي هنا في الاستوديو تعليق، تفضل. التعليق أنا حتى نعرف حجم أهمية المدينة، أنا قلت خطأ 8 مليار تكلفة المشروع، تكلفة 80 مليار دولار. هذا نقول للشباب في أنه يعني ينبغي أن تكون المواجهة يعني تكون ما يسمى باستراتيجية وبحزمة من المواجهة الإعلامية والنضالية والسياسية والحقوقية والاستراتيجية والوطنية، وينبغي أن تتحرك كافة المكونات اليمنية، لأن المشروع سمي مشروع القرن. تكلفة المشروع يعني هناك أنبوب 900 كيلومتر بحري، التكلفة 80 مليار دولار المبدئية الأولية التقييم، هذا يدل على أن المسألة تتجاوز الخمس أو سبع عربات اللي هي أنا بالون اختبار لما هو قادم. نعم، إذن تعليقك أستاذ أحمد يعني فيما يتعلق بالمشروع المراد إقامته، يعني هذه يعني الضرب الأباتشي وهذه الأرتال العسكرية، هل هي حامي لهذا المشروع أو كما تفضل الدكتور عبد الباقي بأنها مجرد مجس لاختبار مدى قبول أبناء المهرة بوجود عسكري؟ بالطبع هو جس نبض، وهو في نفس الوقت محاولات لمعرفة
مدى قبولهم في محافظة المهرة، وهذا ما أثبته الواقع أن القوات السعودية أو مشاريعها التوسعية بشكل عام سواء على المستوى الجغرافي أو السياسي أو الاقتصادي هي غير مقبولة في محافظة المهرة في الوقت الآن وفي الوقت الحاضر. فالشرعية مختبزة في الرياض والبلد تمر بمرحلة حرب وظرف استثنائي، فلا يمكن قبول مثل هذه المشاريع واستغلال ظروف الحرب واستغلال ظروف اليمنيين وأن يمر سواء مشروع أنبوب النفط أو غيره من هذه المشاريع التوسعية التي تمولها السعودية أو بالأصح ترغب بتنفيذها عبر محافظة المهرة. أبناء محافظة المهرة يحتفظون بيمنيتهم وسيظلون يحمون السيادة الوطنية، وندعو من هذا المنبر كل الأخوان في اليمن وكل القوى السياسية والمكونات والأحزاب أن تقف إلى جانب أبناء محافظة المهرة تصدي مثل هذه المشاريع الخطيرة والتي تهدد سيادة البلد، وكذلك ندعو الشرعية أن تخرج عن صمتها ولا تكتفي بالجلوس في الفنادق وإن كان يمارس عليها بعض الضغط، ولكن هذا أمر غير مبرر فسكوتها لم يعد له مبرر، فيجب أن تستيقظ من منامها وأن تترك الفنادق ورفاهية الفنادق وأن تشارك الشعب في الخنادق ولا أن تجلس في الفنادق. نعم أستاذ أحمد، يعني ماذا عن الأوضاع الآن في شحن والمهرة بشكل عام؟ هل هدأت الأوضاع أم أن التوتر ما زال قائما؟ التوتر كان قائما إلى عصر اليوم انسحبت القوات السعودية وميليشياتها إلى معسكر الخارجية تراجع، وكان هناك تعزيز من أحد المعسكرات من مديرية حات، لأن قبائل محافظة المهرة في بين مديرية حات وشحن رجعتها تم التصدي لها ورجعها إلى المعسكر، وهناك هدوء نسبي إلى الآن، ولكن القبائل الموجودة هناك في حالة تأهب واستعداد لأي طاري. فأبناء محافظة المهرة الآن هم في مرحلة الدفاع عن كرامتهم وعن سيادة بلدهم، ولن يكتفوا إلى هذا الحد وسيكون هناك تصعيد. ونشير إلى أن هناك بعد في تحديدا في 6 من شوال من هذا العام سيكون هناك اعتصام سلمي وتصعيد كبير في مديرية حوف، هناك بعض الميليشيات والضباط السعوديين يسيطرون على منفذ الترفيه الحدودي، وهناك سيكون تصعيد كبير ستشارك فيه. دعوا أبناء مديرية حوف، دعوا القبائل ودعوا المكونات السياسية ولجنة قيادة الاعتصام في محافظة المهرة أن يشاركوا في هذا الاعتصام في 6 من شوال، وسيكون هناك أيضا تصعيد لمديرية حوف شرق محافظة المهرة في الجانب الساحلي. نعم، ماذا عن المنافذ أستاذ أحمد؟ هل هي تحت السيطرات السعودية؟ هي تحاول وربما سيطرت على بعض الأقسام في المنافذ، والسعودية بهذا ترغب بأن تكتمل خطة الحصار الاقتصادي والحصار الإنساني. فمنافذ محافظة المهرة مع سلطنة عمان هي تعتبر شريان اليمن الإنساني وعبور الطلاب وعبور المرضى والجرحى ودخول المساعدات الإنسانية، لذلك السعودية هي لا يعجبها أن يظل هناك شريان تتنفس منه وتعيش به اليمن، فهي في إطار خطة استكمال فرض الحصار على اليمن محاولة أن تغلق هذه المنافذ وأن تكون تحت سيطرتها. لكن أبناء محافظة المهرة يرفضون ذلك، فهم الآن في مديرية حوف في منفذ ترفيت، يوجد هناك 4 ضباط سعوديين وهناك مدرعات، ولكن أبناء حوف رفضوا ذلك، وهناك مهلة أعطت لهذه القوات أن تنسحب خلال فترة أقصاها شهر رمضان الكريم، ولكن إلى الآن لم تنسحب. وهناك تحركات قبلية وتحركات في المجتمع للتصعيد في 6 من شوال في هذا الاعتصام القادم، وبإذن الله سينتصر الشعب دوما بإرادته. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أحمد بالحاف الناشط الإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من المهرة. عودة إليك دكتور عبد الباقي وتعقيبك على ما طرحه الاستاذ احمد. اعتقد ان نحن الان يعني نشيد بكل ابناء المنطقه الذين يحاولون الحفاظ على السياده اليمنيه. المشروع كبير جدا، طبعا السعوديه انطلقت منذ بدايه يعني منذ مطلع 2017 حتى الان وهي تقوم ب يعني برساله تعزيزات وشراء ولاءات المشايخ، محاوله سحب السلاح من ابناء المنطقه السلطة المحلية. يعني المشروع واضح، لكن الذي المخيف الآن، طبعا أنا لا أقلل من أهمية يعني هذه الفعاليات، خاصة وأنه أيضا هناك طرف آخر سلطنة عمان موجودة في الخط، هناك صراع إقليمي أيضا خليجي داخل المنطقة، وبالتالي ينبغي الاستفادة من هذا، لكن ليس على حساب السيادة. ينبغي الاستفادة من صراع المصالح الاستراتيجية أو صراع المصالح الجيوستراتيجية بين عمان والسعودية دون التفريط بالسيادة الوطنية. يعني ينبغي ألا نقاوم هذا ونسقط في جناح هذا.
لذلك اللي أنا أستغرب له يعني نحن نتحدث الآن عن أبناء منطقة يقاومون وليحافظون على السيادة وكأننا دون سلطة شرعية، أو وهذا يدل على أننا دون سلطة شرعية. يعني لا يعنيها الأمر، يعني هنا تحركت في إطار موقفها صعب هنا، يعني هي الآن كيف يمكن لها أن تتخذ موقف في المهرة وهي تستلم مرتباتها وفي فنادق الرياض؟ يعني المسألة في غاية. لذلك إنه الشخص الذي يريد الحفاظ على السيادة ينبغي أن يعود لأرضه، يعني العودة إلى الداخل حتى لو كان كيلو متر مربع يعني يعطيك مساحة دفاع عن السيادة. طالما أنت في الرياض وطالما أنت في فنادق الرياض وطالما الآن لا أدري هل السلطة الشرعية تتابع ما يحدث، هل تحركات القطاعات العسكرية من معسكر الخالدية في حضرموت إلى المهرة يعني مطلعين عليها القوات المسلحة اليمنية وقيادة الجيش، هل اليمنيين لديهم إدراك بالأهمية الاستراتيجية لما تقوم به الإمارات؟ لو كان لهم إدراك بما تقوم به الإمارات والسعودية في المناطق الجنوبية وحتى بتعزيز سلطة الحوثيين، أعتقد أن ينبغي أن نستعيد. لذلك نحن نقول للأحزاب السياسية ونقول للكتل الوطنية، نحن أمام صراع إقليمي ودولي. الإيرانيون يريدون المجال التاريخي للإمبراطورية الفارسية وهي في المجال الجغرافي والمذهبي المهيأ، وهو المذهب الدولة الزيدية التي كانت، ولكن سيتم إعادة صياغتها بحيث تكون يعني مندرجة في الاثنى عشرية وفي ولاء لولاية الفقيه، سيتم ذلك. ولذلك نحن أمام ما يسمى بالأسر، ما يسمى بالأسر الهاشمية. طبعا لا يوجد هاشميين في اليمن، هؤلاء أدعياء، هؤلاء لا علاقة لهم لا بعلي ولا بالحسين ولا بالمدى لهم، وإن كان لهم علاقة يعني لا 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 دعيني أكمل الفكرة. أقول هؤلاء لديهم علاقة بالسياسة، لهم أطمع بالعودة إلى السلطة، بالتالي هم يتعاملون مع إسرائيل، سيتعاملون مع الأمريكان، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، هذا كلام. لا أقول أنهم لديهم مشروع سلطة سياسية، لديهم مشروع حكم. هؤلاء لا علاقة لهم بالدين، هؤلاء مستعدين يتحالفوا كما صرحوا سيتحالفون مع الشيطان، وأرسلوا التوراة عربون محبة إلى إسرائيل. نعم طيب عربون. يعني في ظل كل ما يصنعونه الحوثيون دكتور عبد الباقي، وعوضا عن أن تمتص السعودية غضب وسخط الشارع المهري من التصرفات التي تقوم بها، ذهبت إلى ضرب أماكن المعتصمين، ويعني في ظل كل هذا التوتر القائم يعني تصرفت ب يعني استقواء وباستعلاء غير منطقيين. يعني برأيك على ماذا تستند السعودية؟ تستند على خضوع السلطة الشرعية وتبعيتها. عندما تكون أنت تابع و يعني مقيم، يعني ليس في أرضك ودون كرامة، يعني أنت موجود دون كرامة، وأقولها لرئيس الجمهورية ولكل الفريق اللي حوله وتحديدا ما يسمى بالقطط السمان، يعني أن الذي خارج أرضه دون كرامة ولا يحافظ على كرامة شعبه. لذلك يعني اليمن في أكثر من جغرافية يمكن لهذه السلطة أن تكون فيها، لأنه يعني ياسر عرفات كان يحتاج إلى متر، يعني هو في غزة وأريحة، يعني نصحهم الرئيس مرقيبة قال لهم خذوا أريحة ومشروع البداية، ومن داخلها فهموا بعد 30 سنة أنه يكون موجود في جغرافيا. عرفات قال يعني يريد 100 متر، لأنه كان مصير ياسر عرفات بمواقف الدول العربية، يعني إذا مال للسعودية لازم يستلم من السعودية، لازم يستجيب لأهداف السعودية وراضيها، وإذا راح لمصر لازم يراضي مصر، دول الخليج لها شروط، يعني القرار الفلسطيني مصادر. الرئيس اليمني الآن ما الذي سيقوم به هو في الرياض؟ لا يستطيع. لذلك إلا في حالة واحدة، في حالة واحدة إذا عنده فريق غير قطعة السمان، عنده فريق شجاع، يعمل فريق استشاري، في هناك يعني استشاريين يقوموا بدراسة المشاريع الاستراتيجية مع دول الجوار بما فيها حتى الإمارات، لكن الإمارات ينبغي إخراجها من الجغرافية اليمنية، وإن كانت لها مشاريع هذا مشروع آخر، لأن الإمارات السعودية تتحرك بصمت وتنفذ بصمت،
لكن ستعود. الآن يقول من الداخل قال أن القوات رجعت الخالدية، لكن ستعود. المشروع ليس، الموضوع ليس مرتبط بأنها تريد السيطرة. وأنا أنبه لو سمحتي، أنا عندي تنبيه كمان قبل التنبيه سأكيد بعد الحديث. لذلك على السلطة الشرعية لا يستطيع أن دافع عن المهرة ولا على سقطرة ولا على المناطق الجنوبية إلا في حالة واحدة، في حال إن السلطة الشرعية قامت بالعودة للداخل، هذا عنصر. العنصر الثاني دراسة ماذا تريد دول التحالف أو بتحديد السعودية من اليمن، وعدها بشكل مباشر مع الشعب اليمني مع البرلمان بإعطاها الأفضلية، لكن دون هذا التعامل. وأنبه الداخل في هذه المناطق رغم أنها قبلية متماسكة، وهذا ربما يكون عنصر لعبت الإمارات على عدن من خلال عملية الاغتيالات ومن خلال اتفاقية مع بريطانيا وأمريكا أنها في إطار مكافحة الإرهاب. ألا يتركوا أنه أكبر ثاني مساحة بعد حضرموت هي المهرة، وبالتالي 82,450 كيلومتر مربع، بالتالي عليهم ألا يفتحوا، يعني كما هم متنبهين للقوات القادمة من الخالدية عليهم أن يتنبهوا من أي وجود تنظيمات أو اغتيالات في المنطقة، لأن هذا مبرر لدخول قوات ما في إطار إملاء الفراغات الأمنية. وبالتالي على القبائل أن تتماسك وألا تترك فرصة لإيجاد عملة اغتيالات أو فراغات أمنية، لأن هذا الإمارات دخلت من هذه البوابة في عدن. أن شوفي تلاحظي كلما كان الرئيس يتقدم باتجاه السلطة الشرعية باتجاه تعز يتم اغتيال محافظ، يتم تصفية إمام جامع، وبالتالي يقول لك أنت لم تستطيع أن تحمي المناطق اللي تحت سيطرتك، كيف تتقدم؟ بالتالي لو تقدم ستعطي مساحات كثيرة للجماعات المتطرفة. الآن المهرة يعني وهي مرتبطة بسقطرة، وبالتالي على السلطة الشرعية أن تعيد فريق هذا يدرس العلاقة بشكل واضح، يعني فريق عقلاني يعيد تقييم العلاقة مع دول التحالف ويحدد الاستراتيجيات، يقوم بدراسة المصالح الاستراتيجية للسعودية والإمارات في المنطقة ويعيد ترتيبها، يعرف أن الأمريكان يريدون سقطرة أيضا ويريدون البقاء في المنطقة في إطار مشروع طريق الحرير، وبالتالي عدن أحد الأماكن أو الموانئ التي سيمر فيها المشروع، وهذا مشروع كبير. بريطانيا ماسكة، هذا ربما الذي بريطانيا ماسكة الإمارات، أيوة بريطانيا هي الوكيل الإقليمي لأمريكا وبريطانيا. أيضا يعني في عنصر آخر أنا خرجت عن السياق لكن أقول، يعني نسيت، لكن أقول أن هناك فريق يدرس الخيارات والاستراتيجيات، هناك ترتيب لعودة السلطة الشرعية حتى إلى منطقة غير عدن مؤقتا أو تقوم بإجبار السعودية على ذلك. ينبغي الوضوح والمكاشفة حد الألم مع دول التحالف، يعني هذا الأخ يعني الأشقاء الدم المشترك، هذا كلام. نحن يعني الإمارات لها مشروع ولها ذراع ناعم الهلال الأحمر الإماراتي ولها قوات موجودة ولها دعمت المجلس الانتقالي الجنوبي وأوجبت حزام أمني ونخب ومش عارف إيش ومش عارف إيش ومنعت الطيران. ما الذي تبقى لهذه السلطة الشرعية من كرامة؟ ما الذي تبقى ليثبت لنا أننا أمام دولة احتلال؟ السعودية الآن تترك الحوثيين في حجور وتترك الـ 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 يعني الخطوط الفاصلة بين الشمال والجنوب، يعني تركوها حتى تتقدم القوات الحوثية إلى الداخل في المناطق الجنوبية، ثم الإمارات ستقوم بدعم المجلس الانتقالي والجيش ليستعيد، كما تحدثوا أن قوات الشمال أنتم لم تستطيعوا إخراج الحوثيين من تعز، أنتم لم تستطيعوا الدفاع عن أنفسكم، لم تستطيعوا استعادة صنعاء، المقاومة الجنوبية هي عبت بضيق بالمندب، المقاومة الجنوبية هي التي أخرجت الحوثيين. دكتور يعني واللعب على مشاعر الناس بهذا الشكل هو أصبح ديدا لما يحدث للأسف الشديد، يعني الضغط على أن المقاومة الجنوبية هي من تواجه الحوثيين في هذه المناطق، بينما يترك أفراد الجيش الوطني دون دعم حقيقي. وربما تابعت ما يحدث في تعز وفي حجة وفي كثير من المناطق التي ترك فيها الجيش الوطني وحيدا دون إسناد، أو حتى المقاومة دون إسناد حقيقي. يعني لو تسألنا دكتور، يعني ما الذي تريده السعودية؟ العلاقة واضحة هنا، يعني عندنا جيش بتخوم صنعاء، عندنا حصار لتعز، عندنا يعني هيمنة الحوثيين في الحديدة. هذا التأخير مرتبط بالمناطق الجنوبية، هنا تأثيث، ليس تأثيث دولة ومؤسسات،
تأثيث نفسي وتأثيث اجتماعي. التأثيث النفسي والاجتماعي سأعطيك منه مؤشرات. هنا يقول لك ماذا قدمت لنا؟ يقول عيدروس أنه لم نجي من أجل الخدمات، لكن سنفشل الخدمات، سنفشل الخدمات. بمعنى أنه ماذا قدمت السلطة؟ يقول لك أبناء مناطق الجنوب لا كهرباء لا مياه لا أمان لا مش عارف إيش، هنا فشلت في إدارة الحياة اليومية. ثم يقول لك دخلوا الحوثيين، الذي أخرج الحوثيين، طبعا أخرجوا المقاومة الجنوبية المقاومة غير الجماعات الإماراتية، أخرجت الحوثيين. الآن سيسمحوا للحوثيين يتقدمون، ثم سيعطوا الدعم بالطيران والسلاح النوعي لإخراج الحوثيين حتى الحدود الفاصلة بالتسعين. يقول لك يعني نحن حررنا الجنوبيين أكثر، يعني شوف الشماليين كيف تاركين، يعني مش قادرين يرفعوا الحصار عن تعز. تعز كانت محاصرة بسبعة عشر لواء، يعني منذ علي عبد الله صالح 17 لواء محاصرة المدينة، محاصرة من المياه لم يترك لها، كانوا بالشهر مرة مياه حتى تكون مدينة تفتقر إلى بنية تحتية للاستثمار، أضعف فيها التعليم مدينة. ومع ذلك يعني تأخير تقدم القوات في تخوم صنعاء وحجور وصنعاء وتعز مرتبط باكتمال البناء يعني السيطرة على المناطق الجنوبية وإحلال الجماعات الموالية للإمارات يعني والدليل على ذلك في تصريحاتهم، يعني بغباء يقول لك أنه يعني يقوم بعمل ضد المعلن، أقول المعلن لدول التحالف، ضد المعلن، ويقول أشقاءنا في دول التحالف. وبالتالي تأخير المعركة هنا مرتبط بتجهيز المنطقة الجنوبية نفسيا، وهذا خطير، واجتماعيا. في بعلم الاجتماع شوفي أثناء الوحدة ما الذي حدث؟ أثناء الوحدة أثناء التحولات الكبرى في المجتمعات يسمى في هناك استعداد نفسي واجتماعي للانخراط في المشاريع. اليمنيين بالتسعين كانوا عندهم استعداد نفسي واجتماعي للانخراط في الوحدة والتضحية من أجل ذلك. ولذلك في 94 وبعد 90 لما تأتي ما يسمى بالنكوص، يعني بالردة، هذا يؤدي إلى عودة إلى مراحل تسبق هذه المرحلة بكثير. الآن هم يريدون خلق هذا الحالة من كره كل ما هو وحدوي، يعني وعنده يكون ازدواجية، يتحدث عن الأمة العربية والأمة الفلسطينية والأمة الإسلامية وفلسطين، ولا يستطيع التحدث عن الحدود، ولا يستطيع أن يتحدث عن وحدة، مع أن يعني ولا في دولة تقوم بما يسمى، دائما تحدثنا عنه هنا، بتوحيد المزاج، يعني ولا في أغاني تقوم بتوحيد المزاج الشعبي اليمني، ولا لكن على مستوى، يعني إذا سمحت لي دكتور، يعني ونحن ربما بهذه المناسبة، يعني إذا كان على مستوى توحيد متى صيام رمضان ومتى إفطار العيد، لم تستطع الدول العربية أن توحد هذا الأمر. لكن المفاجئ هذه المرة أن اليمن انقسمت، جهة أعلنت العيد وهي الحكومة الشرعية يوم غد، وجهة أخرى أعلنت أنه المكمل لشهر رمضان وأن العيد يوم الأربعاء. يعني أن يصل الأمر إلى هذا الحد، ما هي يعني؟ هو طبعا انعكاس للصراع ليس في الداخل، حتى الإقليم، يعني الحوثيين مع إيران ومع أنهم دولة مستقلة، يعني خالو يعني بهذا الشكل. ولكن لو كانت السلطة الشرعية، حتى لو كان الجغرافيا مهيمن عليها من الحوثيين، يستطيع الجماهير التعبير والعيد مع توقيت الشرعية، بمعنى لكن الآن ضعف الشرعية وصورتها المهزوزة وتبعيتها لدول التحالف تجعل المواطنين يتعاملون مع من يدير الواقع عمليا، وبالتالي لا يستطيع واحد في مناطق حماية الحوثي أن يعني يحتفل بالعيد، سيتم بتصفيته. ولكن لو كان في نوع من القوة، في جيش يتقدم في صنعاء، في قوة للسلطة الشرعية، في يعني السلطة الشرعية صورتها نموذجية، بمعنى أننا تستطيع الناس أن يكون هذا العيد نوع من الاحتجاج على الحوثيين بأننا لسنا معكم. لكن نحن الآن نعذر المواطنين، هذا الواقع نتمنى أن يمر، ولكن نحن نقولها بوضوح، نحن أمام مرحلة في غاية الخطورة في تاريخ شعبنا اليمني. هذه الخطورة يعني كانت يعني تتحمل مسؤوليتها، أقولها بوضوح وبآخر يوم من هذا الشهر الكريم، أن السلطة الشرعية تتحمل 90% من كارثتنا، 90%، لأنها
سلمتنا وفقا، وهناك من يقول أنها حتى لم تكتب رسالة للسعودية، وحتى وإن كانت سلمتنا لدول التحالف كان ينبغي أن تحافظ على كرامتنا وأن تحافظ على سيادتنا بإعادة الاعتبار. مثلا لماذا تركوا الإمارات تعمل 4 سنوات حتى سيطر، والآن سيتركون السعودية تحت لأنهم ضيوف في فنادقها حتى تسيطر على المهرة وتقوم بالأنبوب، وكما حدث الغاز، يعني الغاز الطبيعي اليمني بحاح باعه في مش عارف مين مع صفقات صالح، وأنا أحد الذين لدي كتاب بالفساد، لا توجد كانت يعني مناقصات، لا توجد هيئة مناقصة كانت تدر خارج يعني ثروات الشعب اليمني. سنلاحظ أن فقدنا ميناء عدن، وفقدنا سقطرى، وفقدنا نشطون، وفقدنا المهرة، ما الذي سيبقى للشعب اليمني؟ وهناك دراسات تقول أن ما يوجد في باطن الأرض اليمنية من النفط والغاز يفوق كل ما تملكه دول الخليج، بالتالي نحن مستهدفون إقليميا وخارجيا. وأنا أقول لهذه السلطة، أكرر دعوتي بهذا اليوم، نحن لسنا مواقفنا لا علاقة لها بانقسام المنظومة الخليجية، مواقفنا مرتبطة بمصالح الشعب اليمني وسيادته. عليكم أن يعني تعيدوا ما يسمى يعني إعمال آلية العقلانية التواصلية وإعادة العلاقة مع دول التحالف والعودة إلى الداخل وإنهاء الوجود الإماراتي وإعادة العلاقة مع السعودية في إطار خارج المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.